مساء الخير، سعداء بالتواجد معكم في هذه الحصة من الحصص المخصصة للتدريس عن بعد فيما يخص مادة علوم حياة والأرض، شعبة علوم حياة والأرض. إذا الوحدة التي سنقوم بدراستها هي الوحدة الخامسة الخاصة بعلم المناعة. إذا هل تساءلتم يوما لماذا نمرض؟ إذا هذا التساؤل لكي نجيب عليه، تعرفون جيدا أنه نعيش في عالم جسمنا يكون محاط بمجموعة من الأجسام والعناصر الأجنبية، والتي يؤدي دخولها داخل أجسامنا إلى ردود أفعال. هذه ردود الأفعال تسمى استجابات مناعية، والتي قد تكون نوعية أو غير نوعية، وهذا يدل على أن الجسم قادر على استعمال جهازه المناعي من أجل الحفاظ على تماميته. إذا الإشكالية المطروحة بالنسبة لنا هي كيف يساهم الجهاز المناعي في الحفاظ على تمامية الجسم؟ إذا هذه الإشكالية سيتم تقسيمها أو تجزيئها إلى مجموعة من الأسئلة. إذا السؤال الأول سيكون هو كيف يميز الجسم بين ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي؟ التساؤل الثاني، ما هي آليات الاستجابة المناعية؟ بمعنى كيف سيتدخل جهاز المناعة للتصدي لما هو غير ذاتي وللتعرف على ما هو ذاتي والحفاظ عليه؟ ثم أخيرا، إلى أي حد تمكن هذه الآليات بعد فهمها من تفسير الاضطرابات المناعية قصد التفكير في وسائل علاجها أو تدعيمها؟ إذن هذه الأسئلة الثلاثة هي عناوين الفصول الثلاثة التي سيتم تقسيم هذه الوحدة الخامسة إن شاء الله. إذن بالنسبة للفصل الأول كما قلنا سيكون عنوانه كيف يتم تمييز بين الذاتي وغير الذاتي بالنسبة للجسم. إذن سنعمل عن طريق الأنشطة. إذن النشاط الأول سيخصص لتحديد مفهومين مهمين في المناعة، هو تحديد مفهوم ذاتي ومفهوم غير ذاتي. إذن سننطلق انطلاقا من وثائق. إذن الوثيقة الأولى التي تشاهدونها هي عبارة عن فيروسات. تعرفون أن الفيروسات تكون منتشرة في الهواء، مثلا فيروس سيدا، فيروس سيدا ليس موجود في الهواء، فيروس الزكام مثلا، كورونا الذي تعرفون وأنتم الآن تسمعون في القنوات الإعلامية وفي جميع المنابر أنه يسبب إصابات. إذن هذا الفيروس هو يدخل عن طريق المسالك التنفسية. بالنسبة لفيروس أخرى، هناك وسائل أخرى للانتقال كما درستم سابقا في المستويات الإعدادية كفيروس السيدا. إذا بمعنى أن الفيروسات هي أيضا من المتعضيات المجهرية التي توجد في الوسط الخارجي. كذلك لدينا البكتيريا. البكتيريا يمكن أن نجدها في عدة أوساط، مثلا في التربة، في الماء، يمكن أن نجدها كذلك على مستوى الجلد. ونضيف على البكتيريا أنه يمكن كذلك أن نجد الفطريات. إذا هذه الكائنات المجهرية فهي متعايشة معنا. الوثيقة الأخرى حبوب اللقاح. قد يتساءل بعض المتعلمين ما علاقة حبوب اللقاح بالمناعة؟ وفي الواقع هذه حبوب اللقاح قد تبدو أنها غير ضارة بالنسبة للبعض، ولكن عند بعض الأشخاص تسبب لهم استجابة أرجية، بمعنى أنها تؤدي إلى حدوث استجابة مناعية مفرطة أو ما يسمى بالأرجية. إذا من خلال هذه الأمثلة الثلاثة المذكورة يظهر بأن العناصر الأجنبية التي تحدثنا عنها سابقا هي خارجية، يعني أنها تأتي للجسم من الخارج. ولكن هل الأمر دائما؟ إذا من خلال الصورة الموالية لديكم صورة إشعاعية لسرطان الدماغ، ويبين مراحل تطور الورم على مستوى الدماغ. والخلايا السرطانية هي في الأصل كانت خلايا عادية، يعني أنها خلية ذاتية ولكنها تغيرت فأصبح يتعامل مع الجهاز المناعي على أنها خلايا غير ذاتية. إذا من خلال استثمار هذه الوثائق يمكن أن نصيغ تعريف لغير الذاتي كالتالي. إذن غير الذاتي هو كل عنصر يثير استجابة مناعية، سواء كان داخليا كما ذكرنا في هذا المثال اللي هو الذاتي المغير، المثال المدروس هو الخلايا السرطانية، أو خارجيا
بمعنى أنه من خارج الجسم، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون ضاراً مثل بعض البكتيريا أو الفيروسات، ويمكن أن يكون غير ضار. مثلا حبوب لقاح غير ضارة بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من الحساسية. إذن بالنسبة لهذا التعريف، المهم هو أنه غير ذاتي بالنسبة للمتعلم أن لا يعتبر فقط العناصر اللي هي خارجية عن الجسم هي اللي تعتبر غير ذاتي، وإنما نضيف إليه مفهوم جديد اللي هو الذاتي المغير. إذن بالنسبة المفهوم الثاني هو الذاتي. إذن الذاتي هو ماذا؟ هو مجموع العناصر المكونة من الخلايا والجزيئات التي تنتمي إلى ذات المتعضي يعني الجسم، والناتجة عن ماذا؟ الناتجة عن تعبير خبره الوراثي. إذن بهذا نكون ميزنا بين مفهومين، غير الذاتي والذاتي، وداخل غير الذاتي ميزنا مفهوم الذاتي المغير. هذه المصطلحات أو هذه المفاهيم سنعود إليها حينما سنتطرق إلى باقي الفقرات في الدرس. إذن الآن بما أنه تعرفنا الآن على ما هو الذاتي وما هو غير الذاتي، إذن التساؤل الذي يمكن أن نطرحه هو كيف يميز الجسم بين ما هو ذاتي؟ لأنه حددنا مهمة جهاز المناعة الذي يتمثل في التعرف على ما هو ذاتي للحفاظ عليه، والتعرف على ما هو غير ذاتي للتصدي له. إذن التساؤل اللي ممكن نطرحه هو كيف يميز الجسم ما هو ذاتي؟ إذن في البداية من خلال النشاط الثاني سنقوم بالكشف عن ما يسمى بالتلاؤم النسيجي، بمعنى كيف يحدث التلاؤم بين الأنسجة. إذن لدينا تجربة تخص تجارب تطعيم الذاتي والتطعيم المخالف عند الفار. بالنسبة للتطعيم المقصود به أنه نأخذ قطعة جلدية من فار ونزرعها عند فار آخر في حالة التطعيم المخالف. أما بالنسبة للتطعيم الذاتي فإن الفأر المعطي يكون هو في نفس الوقت المعطي والمتلقي. إذن في الحالة الأولى لديكم الفأر هو المعطي والمتلقي في نفس الوقت، بعد بضعة أيام نلاحظ أن هناك قبول الطعم. إذن هذا قبول الطعم هي النتيجة للتطعيم الذاتي، بينما في التجربة الثانية لدينا فأر معطي من سلالة أ ومثلا فأر متلقي من سلالة ب. نتحدث عن التطعيم المخالف، ما هي النتيجة الملاحظة بعد مرور بضعة أسابيع؟ هو أنه لدينا رفض الطعم. إذن هذا القبول طعم أو رفض الطعم يمكن أن نقول بأنه مرتبط بطبيعة الخبر الوراثي. لماذا؟ للمعطي والمتلقي، بمعنى قلنا سابقا بأن الفأرين من سلالتين مختلفتين. إذن الطبيعة الوراثية لهما هو الذي أدى إلى يا إما قبول أو رفض الطعم. هذا سيحيلنا إلى أن رفض الطعم إذن فهو مرتبط بطبيعة البروتينية لأنسجة الطعم، لأنه شفنا سابقا في درس الخبر الوراثي بأن هناك علاقة بين المورثات والبروتينات. ثم سنخلص إلى أن الانتماء لنفس الفصائل النسيجية يستلزم بالضرورة وجود بروتينات غشائية تدعى مركب تلاؤم الفصائل النسيجية. هو اختصارا سنستعمل الرمز CMH اللي هو Complex Major Disto Compatibility. كونتابيليتي. alors عندنا CMH. إذن هو الاختصار الذي سنعتمد عليه في باقي الحصص. بالنسبة لهذا CMH بعد التعرف عليه سنعرف الآن بنيته أو من ماذا يتكون. إذن إذا أخذنا كرية بيضاء على سطح الغشاء ديالها يوجد CMH. إذن CMH إلى بغينا نعطيه تعريف هو عبارة عن جليكوبروتينات مدمجة على مستوى الغشاء السيتوبلازمي للخلايا المنواة، وتحدد هذه البروتين ما يسمى ب CMH كما قلنا سابقا. إذن بالنسبة للبنية لدينا انطلاقا من هذه الوثيقة يتضح بأنه لدينا نوعين، CMH من نوع واحد
أو الصنف واحد والسماش من الصنف اثنان. الاختلاف بينهما هو طبيعة السلاسل البروتينية المكونة لكل سماش، كلاهما بروتين وكلاهما مدمج في الغشاء السيتوبلازمي للخلايا الكريات البيضاء أو الخلايا المناعية. إذا الاختلاف فقط في السلاسل، دونك مثلا بالنسبة للسي ام اتش ان نلاحظوا كاين الفا 1 الفا 2 بيتا 2 ام بالنسبة والفا 3، في حين أنه بالنسبة للسي ام اتش 2 كاين السلاسل الفا 1 الفا 2 بيتا 1 وبيتا 2. إذا ما هي الاختلافات بين النوعين من السي ام اتش؟ بالنسبة للسي ام اتش 1 يوجد دائما على سطح جميع الخلايا المنوّد سواء كانت مناعية أو غير مناعية. بالنسبة للسي ام اتش من نوع 2 يوجد فقط على سطح بعض الخلايا المناعية كالبلعمية الكبيرة واللمفاويات. إذا هذا فيما يخص طبيعة البروتينية أو طبيعة السي ام اتش. الآن الأصل، بما أنه ذو طبيعة بروتينية يعني عنده أصل وراثي. إذا الأصل الوراثي للسي ام اتش كما توضحه الوثيقة هو تعبير مجموعة من من المورثات. لدينا المورثة التي يرمز لها ب A C B و D، وعلى مستوى D نميز D P D Q D R. إذا هذه المورثات لها مجموعة من الخصائص سنحاول تلخيصها في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى أن هذه المورثات توجد على شكل عدة حليلات، بمعنى أن مثلا بالنسبة للحليل A يمكن بالنسبة للمورثة A يوجد 82 حليل مثلا، أو لا خدينا مثال ديال بالنسبة للدي R المورثة دي هناك 188 حليل، عفوا 199 حليل. إذا بالنسبة لهذه الأرقام فقط لتبيين أنه هناك تعدد حليلي بالنسبة للمورثات المسؤولة عن السي ام اتش. بالنسبة لهذه الحليلات هي متساوية السيادة، يعني أن لديها نفس الحدود للظهور. ثم أخيرا الخاصية الثالثة هي المورثات المرتبطة، ودرستم في القوانين الإحصائية أنه عندما تكون مورثات مرتبطة والقوانين التي تتحكم في انتقال الصفات الوراثية أن هذا كله سيعطينا توليفات متعددة ولا حصر لها. إذن بماذا سنخلص من كل هذه الخصائص؟ أن السي ام اتش مميز وخاص بكل فرد، بمعنى أنه لن نجد السي ام اتش يتكرر بين الأفراد، وبالتالي فهو نقول بأنه خاص بكل فرد، إلي يونيك. متى سنجد نفس السي ام اتش؟ في حالة إذا كان عندنا توأم حقيقي فقط، لأن الأصل ديالهم بيضة واحدة. ألوغ بالنسبة السي ام اتش الا غادي نتحدثوا على الادوار، الوغ غادي نشوفوا من خلال وثيقه. اذا تعرفون اخذنا مقطع على مستوى الخليه النواه، يوجد على مستوى النواه الادين، وفي هذه الحاله عندنا مورثات عاديه. تعرفوا انه الادين يتم تحويله الى اي غير ميساجي ثم الى بروتين، والبروتينات على مستوى جهاز غولجي يتم تعديلها على اساس انها يتم طرحها في الحويصلات الافرازيه اذا كانت سيتم اخراج المحتوى خارج الخليه او لا يتم ادماجه داخل الغشاء السيتوبلازمي للخليه. على ان في هذه الحاله لدينا السي ام اتش بما ان طبيعته بروتينيه، لدينا هنا مولد مضاد، اذا دخل داخل الخليه وتم تجزئه إلى أجزاء صغيرة. هذه الأجزاء الصغيرة من المولد المضاد تسمى بيبتيد غير ذاتي. بيبتيد غير ذاتي لأنه هو تجزيء لجزيئة بروتينية. إذا هذا البيبتيد غير ذاتي ما مصيره؟ سيلتحم بالسي ام اتش وسيغادر عبر الحويصلة الإفرازية لكي يصل إلى السطح. وحينما يصل إلى السطح سيقوم بعرض. بعرض ماذا؟ السي ام اتش سيقوم بعرض هذا البيبتيد اللي هو غير ذاتي. لماذا سيتم عرضه؟ سيتم عرضه لكي تأتي اللمفاوية أو الكرية اللمفاوية للتعرف عليه، لأن الكريات اللمفاوية دورها هي مراقبة الخلية أو هويات الخلية. وكيف سيتم التعرف على هوية الخلية انطلاقا مما يعرض عن طريق السي ام اتش؟ إذا في هذه الحالة عندما يكون البيبتيد المعروض غير ذاتيا، إذا النتيجة هي أنه كما قلنا سابقا ونذكر بأن جهاز المناعة دوره هو ماذا؟ هو التعرف على ما هو ذاتي للحفاظ عليه، بينما إذا تعرف على غير ذاتي فهو سيتدخل للتصدي له. إذا هنا بما أن البيبتيد المعروض سيكون غير ذاتيا، إذا سيتم
مهاجمته، أو لا سيتم إطارة استجابة مناعية والخلية سيتم تدميرها. إذن هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية، تلاحظوا بأنه نفس الشكل، الاختلاف هو أنه في الأصل كان لدينا موريتات عادية، الآن عندنا موريتات طافرة. درستم في درس الخبر الوراثي بأنه الخبر الوراثي يمكن أن يعرف تغييرا مفاجئا يسمى بالطفرة، وهذا التغيير المفاجئ في الخبر الوراثي سينعكس على البروتينات. إذا لدينا موريتات طافرة ستعطينا، سيتم تعبيرها إلى بروتينات، وهذه البروتينات ستصبح كذلك طافرة بمعنى أنها مغيرة. إذا هذا البروتين سيتم تجزيئه بواسطة أنزيمات وسيلتحم بسيماش اللي غنسميه من بعد هذا البيبتيد، بعد البروتين الطافر بعد تجزيئه سيعطينا البيبتيد، ولكن هذا البيبتيد كيف هو؟ مغير. إذا سيتم كذلك بنفس الطريقة عرضه للكريات اللمفاوية. هنا في هذا هنا سيتم عرض بيبتيد في الأصل كان ذاتيا ولكنه تغير بسبب الطفرة. إذا بما أنه تغير بسبب الطفرة لا يصبح منتميا لما هو ذاتي، يصبح منتمي لزمرة ما هو غير ذاتي. إذا ماذا ستفعل الكريات اللمفاوية في هذه الحالة؟ ستحدث استجابة مناعية للقضاء على هذه الخلية. إذا هذه الحالة الثانية. وهناك حالة ثالثة، هي أنه لدينا موريتات عادية سيتم التعبير عنها لتعطينا بروتينات عادية، سيتم هدمها من طرف الأنزيمات وسنحصل على بيبتيد عادي. بالنسبة للبيبتيد العادي سيلتحم كذلك بالسيماش ثم سيتم عرضه على سطح الخلية. إذن هنا تلاحظوا بأنه ليس هناك ارتباط بين الكريات اللمفاوية والمركب سيماش بيبتيد. لماذا؟ لأن البيبتيد المعروض بالنسبة عن طريق السيماش هو بيبتيد عادي، يعني عن طريق هذا التعرف استطاعت اللمفاوية أو الكريات اللمفاوية أن تعرف بأن البيبتيد المعروض فهو ذاتي، وفي حالة أنه غير ذاتي فإنها لن تقوم بالتدخل، يعني لن تحدث هناك استجابة مناعية. إذا أردنا أن نلخص ما ذكرناه سالفا فيما يخص أدوار السيماش، هو تقديم البيبتيد الذي يوجد على مستوى الخلية، سواء كان بيبتيدا ذاتيا أو كان ذاتيا مغيرا أو كان بيبتيدا غير ذاتيا، يعني أصله من خارج الخلية. إذن هذو هما أدوار سيماش عفوا فيما يخص تدخله على مستوى الاستجابة المناعية. بالنسبة للنشاط الثالث، كنا أشرنا إلى أن هناك وسمات رئيسية ولكن هناك كذلك وسمات ثانوية. بالنسبة للوسمات الثانوية للذاتي سنتحدث عن الفصائل الدموية. بالنسبة في سنة 1901 لاحظ لاندستينر أنه في بعض الحالات ماذا يحدث؟ عند خلط دم من مصدرين مختلفين يحدث اللكد، بمعنى حينما نأخذ فصيلتين دموية متلائمتين عدم حدوث اللكد، وعند خلط فصيلتين دموية غير متلائمتين يحدث لكد. ما معنى حدوث اللكد؟ هو أنه سيتم اجتماع جزيئات سنراها في جدول لاحق. إذا بعد ذلك في 1940 تم اكتشاف فصيلة النظام الدموي غيزوس، وهي عبارة عن بروتينات تكون على سطح الكريات الحمراء. إذا تم تركيب هذه البروتينات فإن الفصائل الدموية نقول عنها أنها غيزوس بلس، إذا لم يتم تركيبها يعني في حالة غيابها فإنها غيزوس موا. لذلك تجدون جروب مثلا الفصيلة الدموية A بلس و A موا، إذا بلس و موا مرتبطة بوجود الغيزوس البروتين ريزوسي من عدمه. وهذا الغيزوس يؤدي أحيانا إلى حدوث بعض الحوادث في الحمل، مما مثلا موت الحامل باستجابة مناعية، والسبب فيه هو ماذا؟ هو اختلاف ريزوس بين المرأة وزوجها. مثلا عندما تكون المرأة ريزوس موا والرجل ريزوس بلس، وبطبيعة الحال هذا موت الحامل الذي تحدثنا عنه لا يحدث إلا في الحمل الثاني. إذا هذا واحد نبذة تاريخية فيما يخص الفصائل الدموية. الآن بالنسبة للنظام الدموي ABO، تعرفون أنه يتكون من أربع فصائل، كان الفصيلة A، فصيلة B، فصيلة AB والفصيلة O.
على سطح الكريات الحمراء توجد المستقبلات. هذه المستقبلات هو التي تسمى بمولد اللكد. إذا بالنسبة للفصيلة A يوجد مولد لكد A، الفصيلة B مولد لكد B، فصيلة AB نجدهما معا مولد لكد A ومولد لكد B، في حين أن الفصيلة O لا تتوفر على أي مستقبلات. ماذا نجد في المقابل على مستوى البلازما؟ نجد ما يسمى باللاكدين أو مضادات الأجسام. إذا لاحظوا معي، بالنسبة للفصيلة A عندما نلاحظ البلازما الخاص بهذه الفصيلة نجد مضاد B، بينما العكس في الفصيلة B نجد مضاد A، وفي الفصيلة AB لا نجد أي نوع من اللاكدين أو مضادات الأجسام، بينما في الفصيلة O نجد مضادي الجسم A و B. بمعنى هذه المعلومات ستفيدنا في فهم لماذا يحدث اللكد ولماذا لا يحدث اللكد. مثال، لو افترضنا أن الفصيلة A التقت مع الفصيلة B، بمعنى أن الشخص لديه فصيلة A وعوض أن يتم حقنه بالفصيلة A تم حقنه بالفصيلة B. لمعلومتكم فقط بأن هذه أشياء لا تحدث حاليا، كانت تحدث فيما مضى لأنه تحقن الدم كان يحدث بالصدفة وكان يؤدي إلى موت الأشخاص. الآن بوجود المختبرات يتم التأكد من الفصائل الدموية للأشخاص قبل حقنهم، ولا يتم التأكد مرة واحدة وإنما يتم التأكد عدة مرات للتأكد من الفصيلة الدموية قبل حقنه. لأنه ماذا سيحدث؟ إذا تم التقاء دمين مختلفين مثلا فصيلة A وفصيلة B، لدينا مضاد A سيرتبط بمولد لكد B، ومضاد A سيرتبط بمولد لكد A، وحينما نقول ارتباط يعني سيكون هناك تكامل، يعني سيكون هناك تشابك، وبالتالي هذا هو الذي يسبب اللكد، واللكد سيؤدي لتخطر الدم على مستوى الشعيرات الدموية، وإذا وقع انسداد في الشعيرات الدموية تعرفون بأن له عواقب قد تؤدي إلى الموت. إذا هذا هو الأهمية ديال معرفة الفصائل الدموية وأهميتها في تحقن. ولكن الآن ما علاقة الفصائل الدموية بنا في درس المناعة؟ هو أن الفصائل الدموية تكون مشتركة بين الأفراد، بمعنى أنه ليست خاصة بكل فرد. يمكن أن نجد مثلا أفراد لا ينتمون مثلا المعدو، قد لا تكون لديهم قرابة ولكن لهم نفس الفصيلة الدموية، بمعنى أن الفصيلة الدموية رغم أنها واسمة ثانوي للذات ولكنها لا تميز الأفراد، بمعنى ليست مميزة. لذلك الآن نتحدث عن الوسمات الثانوية، بينما السيمش قلنا سابقا أنه يوجد عند الفرد بشكل مميز فقط. إذا الفصائل الدموية نكرر هي مشتركة بين الأشخاص، لذلك نسميها بوسمات ثانوية للذات، بينما الوسمات الرئيسية للذات السيمش فهي منفردة، بمعنى أنها توجد عند شخص واحد فقط ولا تتكرر. إذا بالنسبة الخلاصة لهذا الفصل يمكن تلخيصه في هذه الخطاطة. كان تساؤلنا في البداية هو ماذا؟ كيف يميز الجسم بين الذاتي وغير الذاتي؟ لا، من خلال الأنشطة اتضح بأنه لدينا وسمات ثانوية اللي هي الكريات الحمراء تتدخل في حالة تحقن الدم، ثم عندنا وسمات رئيسية اللي هي السيمش. ما هي دور السيمش؟ دور السيمش هو التعرف على بيبتيد المعروض كما شرحناه سابقا. إذا كان غير ذاتي وذاتي مغير ماذا يحدث؟ تحدث استجابة مناعية، بينما إذا كان ذاتيا فلا تحدث أي استجابة مناعية. إذن هذه هي الخلاصة ديال هذا الفصل. إذن نمر الآن للتساؤل الموالي اللي هو ما هي آلية الاستجابة المناعية، وهو التساؤل الذي سنجيب عنه في الحصة المقبلة. وشكراً.